بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية لأفراد أسرة الباحثة والمناضلة الحقوقية زهور العلوي المدغري التي وفاتها المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض. وأعرب جلالة الملك فادي البرقية بهذه المناسبة المحزنة لنجلتي الراحلة بهية وكنزة أم ليل ومن خلالهما لجميع أفراد أسرة الفقيدة المبرورة ولعائلتها الحقوقية الوطنية والدولية عن أصدق التعازي وخلص المواساة في هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه، سائلا الله العلي القدير أن يعوضهم جميعا عن فقدانها جميل الصبر وحسن العزاء. وبعد صلاتي الظهر والجنازة بمسجد الشهداء بالرباط نقل جثمان الراحل زهور المدغري العلوي إلى مثواه الأخير، حيث وري الثرى في موكب جنائزي حضره إلى جانب أفراد أسرتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والثقافية. عبد المجيد حلاوي وعبد الإله مزاحم. عزاء الحقوقيين في المغرب نساء ورجالا ما طبعت به زهور العلوي المدغري مسارها من دفاع مستميت عن حقوق المرأة بالكلمة في الصحافة والثقافة، بالجهد والوقت منذ 50 عاما، بالنضال في صفوف الطلبة والجمعيات. كانت زهور بحسب من جايلها شمعة مضيئة تحترق كل يوم لتضيء الآخرين. بصمت تاريخنا، خاصة تاريخ الحركة النسائية والحقوقية، بآرائها وحضورها ونضالها المستميت، ولن يطويها الزمن ولن يطويها النسيان ولو غادرتنا. زهور كانت زهرة متفتحة وطبعت أجيال من حيث العمل النضالي ومن حيث أيضا النهوض بثقافة حقوق الإنسان، بفكر حقوق الإنسان، بقيم حقوق الإنسان. احنا فقدنا في الأخت زهور العلوي يعني واحد أولا إنسانة يعني من النوع النادر، لا من حيث يعني الطيبوبة ولا من حيث يعني المودة اللي كتنشر يعني أينما حلت وارتحلت. إن الله عنده أجر عظيم، إن الذين سبق لهم من الحسنى أولئك لا يسمعون حسيسها وهم في خالدون. إنها خسارة كبيرة للنضال الديمقراطي، خسارة كبيرة لحقوق الإنسان، خسارة كبيرة للحركة النسائية المغربية. وظفت هذا العطاء لخدمة حقوق الإنسان، فكانت في العائلة لحقوق الإنسان وزنها يؤخذ بعين الاعتبار. كانت امرأة فاضلة، امرأة حقوقية ومناضلة كبيرة. وداعا رائدة الحقوقيات المغربيات، إن لله وإنا إليه راجعون.